في بادرة لمواجهة نظرة المجتمع القاصرة، عشرات من الفتيات والسيدات يكسرن حاجز العمل في مهنة المبيعات وكاشيرات المحاسبة والحراسة الأمنية في أكبر مول تجاري في محافظة تعز اليمنية. لطالما كانت تلك المهن حكرا على الذكور فقط. تقبل المرأة تشتغل بهذا المكان؟ المرأة مش عاملة تشتغل بهذا المكان عادي، يعني مش شرط انها مدرسة كون ولا أستاذة، عاد تشتغل أي مكان. النساء يشتغلين يعني لأن عشان محتاجات وكل شيء الظروف. عمالة النساء في الأسواق التجارية لاقت ارتياحا واسعا من المتسوقين، وخاصة المتسوقات النساء اللاتي يشدن في اتساع رقعة تأنيث المحلات التجارية، لا سيما أن تلك النسوة يعملن جاهدات للموازاة بين عملهن كربات منزل وبين عملهن في الأسواق التجارية بدوام يتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة. نشكر صاحب المول الكبير هذا أنه أتاح لي للموظفات فرصة عمل، يعني قبل لعدة موظفات فرصة عمل لهن، ونشكرهن على حسن تعاملهن معنا، تعامل معنا بلطف واحترام ويفهمنا، يعني يعني عكس انك تجيتي تشتري من مثلا من رجل، يعني هن يفهمنا ويفهمن طباعنا. غياب دور الرقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تحديد رواتب النساء اللاتي يعملن في سوق العمل لتلبية احتياجات أسرهن براتب شهري ما بين 40 إلى 60 ألف ريال يمني، الذي يكون ضئيلا جدا مقارنة بسعر صرف الدولار الواحد ب800 ريال يمني. سيدات وآنسات يمنيات أجبرتهن ظروف الحياة في ظل الحرب على الخروج إلى سوق العمل في مول تجاري، لطالما كانت تلك الفرص حكرا على الذكور، لتصبح هذه فرصة سباقة في أخذ المرأة حقها في المساواة باقتحام الواقع الذكوري. هبة جميل لقناة اليوم، اليمن، تعز.